يبدأ ميرويس يومه بوضع منشور جديد على الصفحات الاجتماعية. أكثر من 3 أسابيع مضت ولم يخمد بركان الألم. خسر زميله وأعز أصدقائه ياماسياوش، وهو صحفي مشهور بأفغانستان، في تفجير قنبلة لاصقة زرعت بسيارته. حتى الآن لم يستوعب رحيله ويبحث عن أجوبة لتساؤلات مشروعة. من القاتل وأين وصلت التحقيقات؟ لم نتوصل لحد الآن إلى قناعة حول الجهة أو الدوافع التي تقف خلف مقتل ياما. طيلة ال4 سنوات الأخيرة كان بعيدا عن الإعلام والسياسة، حتى أنه كان تحاشى التطرق لها في الفيسبوك. الاعتداء الذي طال ياما سياوش هو واحد ضمن سلسلة هجمات مشابهة طالت إعلاميين وكتابا ونشطاء حقوق إنسان وحتى رجال دين. السلطات الأمنية الأفغانية تقول إنها حققت تقدما في معالجة الملف، وتعزو استمرارها لاعتماد من تصفهم بالأعداء على استخدام طرق غير تقليدية. المتورطون في هذه الاعتداءات مبعثرون، كما أنهم ليسوا مستقرين في كابول، وهذا يتطلب وقتا أكثر لتدمير مراكزهم على مستوى الولايات أو اعتقال العقول المدبرة. وحتى ذلك الحين فإن معالجة الملف مرهونة بحدوث تطور في مفاوضات الدوحة كما يرى المراقبون. ما لم يعلن وقف لإطلاق النار لن يتضح من يقف خلف هذه الاعتداءات، هل هي القاعدة أم تنظيم الدولة؟ عندها فقط يمكن اتخاذ قرار بشأنها وبمشاركة طالبان أيضا. وكان تقرير للجنة حقوق الإنسان الأفغانية صدر حديثا وثق مصرع أكثر من 500 شخص بهجمات ممنهجة في النصف الأول من العام الجاري. دوافع غامضة وأهداف متنوعة تقف خلف عمليات القتل الممنهج بأفغانستان، كما أنها قد تكون جزءا من فوضى تداخل الجريمة المنظمة والإرهاب تستهدف ضحاياها على اختلاف توجهاتهم وميولهم. جواد جوادي، العربي، كابول.